مراسل التلفزيون المصري في كل مكان وفي محافظات الجمهورية متابعين لعملية اقتراع وتصويت المصريين في الداخل للانتخابات الرئاسية 2024. أحمد الحسيني من الزمالك بمحافظة القاهرة يتابع آخر المستجدات وسير العملية الانتخابية لدى لجنته. أحمد، ضعني في صورة عملية التصويت الآن لديك. بالفعل أنا في الزمالك في محافظة القاهرة، تحديدا أنا في الجلسة العامة رقم 30 وهي موجودة في كلية فنون جميلة هنا في حي الزمالك. هذه اللجنة رقم 30 مقسمة إلى لجنتين فرعيتين، لجنة رقم 2 ولجنة رقم 3. لجنة رقم 2 فيها عدد ناخبين يصل إلى 9000 ناخب بحق لهم التصويت، ولجنة فرعية رقم 3 فيها عدد أصوات من الناخبين يصل إلى 8000 مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات. منذ الساعات الصباح تواجد المواطنون هنا منذ الساعة 8:30 تقريبا، أي قبل حوالي نصف ساعة قبل انفتاح اللجان هنا في تمام الساعة 9 صباحا، وبالتالي نحن نتحدث عن حرص شديد من المواطنين هنا في هذه اللجنة على الوصول إلى اللجنة والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت اليوم. يوجد ايضا تفاوت سني كبير ما بين المواطنين، ما بين كبار السن وبين الشباب، ما بين النساء والسيدات والفتيات والشباب ايضا. في البدايه مع فتح ابواب اللجان الساعه 9 صباحا بدا دخول كبار السن وايضا ذوي الهمه، ومن ثم بعدهم دخل الشباب على مجموعات حتى لا يكون هناك تكدس داخل اللجان. عمليه التصويت لا تستغرق سوى 3 أو 4 دقائق على الاكثر، عمليه ميسره للغايه. يوجد مجموعه من المواطنين الذين يقومون بمساعده الناخبين على معرفه اماكن. نتابع معك الصوره مباشره احمد من الخلف واقبال المصريين على اللجنه وعمليات التصويت. بالضبط، يعني اذا لاحظنا هذا الاقبال الكبير من المواطنين، هذا الاستيقاظ الوطني، هذا الكرنفال اذا وصفناه، هذه الصوره منذ ساعات الصباح حيث يتوافد الكثير من المواطنين رافعين الاعلام المصريه يرغبون في النزول والاستفاده من حقهم الانتخابي والدستوري في الادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسيه. نحن نتحدث عن محافظه القاهره التي فيها نحو 45 لجنه عامه مقسمه على 444 مركز انتخابي باجمالي 661 لجنه فرعيه. وطبعا محافظه القاهره في عدد كبير من المواطنين الناخبين، بيصل عدد الناخبين او من لهم حق التصويت في محافظه القاهره اكثر من 8,200,000 مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات الرئاسيه على عموم محافظه القاهره. هنا في حي الزمالك ايضا هناك العديد من المواطنين الذين يلاحظ ايضا الفئات العمريه المختلفه الحريصه على الادلاء بصوت. بالضبط، يعني بالضبط، منذ ساعات الصباح واحنا بنجد في مجموعه كبيره من كبار السن، طبعا كبار السن يتقدموا الصفوف وطبعا هنا واقفين في الصف الاخير او في نهايه الصف. طبعا بنجد فئه الشباب هم طبعا بينتظروا لغايه ما كبار السن بيخشوا ويدلوا باصواتهم ويخرجوا، بعد كده بيتم ادخال الشباب او المواطنين الاصغر او الناخبين الاصغر سنا. اذا تحدثنا عن الجهات الامنيه هنجد ان الجهات الامنيه والشرطيه قامت بتامين اللجان من الخارج بصوره جيده جدا، كانت موجوده بكثافه منذ قبل فتح اللجان في تمام الساعه 9 صباحا، وايضا الساده القضاه والمستشارين وصلوا لفتره كافيه قبل فتح اللجان في تمام الساعه 9 صباحا، واطمئنوا على جميع الاستعدادات والاستعدادات اللوجستيه لدخول المواطنين وبدء الانتخابات في يومها الاول 2024. وبالتالي نحن نتحدث عن عمليه تصويتيه ميسره للغايه بدات هنا في حي الزمالك تحديدا في اللجنه العامه رقم 30. كنت تتحدث ايضا عن التيسيرات المقدمه لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن لتيسير العمليه. من منذ قليل شهدنا عدد من المواطنين من ذوي الهمم، طبعا تم تخصيص لهم عربيات متحركه، بيقوم ايضا مجموعه من المتطوعين بمساعده هؤلاء ذوي الهمم حتى دخولهم الى اللجنه الفرعيه، من ثم بيتسلمهم الساده المستشارين وايضا بيقدم لهم اي مساعده اذا احتاجوا مساعده للادلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسيه. وعمليه التصويت نفسها عمليه ميسره للغايه، بيتم
تسجيل اسم الناخب في اللجنه الفرعيه، وبعد كده بياخد الكارت او البطاقه، وطبعا دي عباره الانتصار، وبالتالي بيختار المرشح اللي هو بيختاره، وبعد كده بيضع هذه البطاقه في صندوق او الصندوق الانتخابي في اللجنه اللي هو متواجد فيها، وطبعا بيحط صباعه في الحبر الفسفوري وبيخرج. العمليه طبعا يعني بتستغرق دقيقتين او ثلاث على الاكثر، فيها يعني تنظيم كبير جدا سواء من المتطوعين او ايضا من الاجهزه الامنيه والصناعيه اللي بتامن المكان هنا بشكل كبير. وزي ما احنا شايفين هذا الكرنفال مره اخرى من الشباب، وهذه الكوره المشرفه التي تظهر اقبال عدد كبير من دعنا ننهي الحديث معك احمد بهذه الصوره التي وصفتها بانها بالفعل المشرفه للمصريين، وحرصهم والوعي لديهم للادلاء باصواتهم هذا الصوت الذي يعد امانه في اختيار هذا المنصب الحساس داخل جمهوريه مصر العربيه، اختيار رئيس الجمهوريه. متابعتنا بالطبع مستمره معك ومع الزملاء في كافه اللجان المختلفه. احمد الحسيني، جزيل الشكر من الزمالك.